المستجاب. يا رب تمم لي أموري القادمة على خير، وبشرني بما أنتظره منك، فإنك خير المبشرين. اللهم أرح قلبي وهون علي ما أثقلني كتمانه، واسقيني صبرا. يا رب اجعل كل ما دعيته لك سرا وجهرا تكتبه لي واقعا يفرح قلبي. يا رب إني وكلتك وأنت خير الوكيل، فدبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير. يا رب بحق سورة ياسين والبقرة ومحمد وآل عمران، أنت سعد قلب كل من قرأ هذا الدعاء، فإنها رافعة نافعة دافعة وكنز من كنوز الجنة. الله يسعدكم ويبارك فيكم إن شاء الله.